مساء الخير. بعيدا عن الاعمال الفنيه والحديث بالسياسه هالمره، احيا فارس الغناء عاصل حلاني حفلين خيريين ليكون لقب فارس الخير هو الانسب له. فعاصي سفير النوايا الحسنه لمبادره عيش لبنان ما اكتفى بلقب سفير كنوع من البرستيج، انما قدم حفلات خيريه لمساعده المحتاجين. وخلال الحفل كانت اطلاله لملكه جمال الكون جورجينا رزق اللي كتار بيسالوا عنها، ورغم عدم حبها للظهور اعلاميا اجابت اذا ممكن ترجع تحضر شيء جديد. أحيا عاصل حلاني خلال أسبوع واحد حفلين خيريين، أحدهما لجمعية أجيالنا التي تعنى بمرضى السرطان، والآخر لجمعية بلسمات الخيرية. فماذا قال عنهما؟ طلب منا نكون معهم لإقامة هذا الحفل، وطبعا أنا كنت على استعداد لأنه الجمعية بتختص بأمور ناس هن محتاجين لنوقف حدهم. وهيدي مثل ما سبق وذكرت حضرتك، لما تقول فارس الخير يعني ما نعمل خير ونوقف حد الناس. فأنا بجرب قد ما فيي بنشاطاتي اللي بقوم فيها أنه يكون في يعني عدد معين من الحفلات والنشاطات هي بتختص بشؤون الناس المحتاجين، خاصة بهالوضع الصعب. يعني أنه هالجمعية بتهتم بعدة نواحي إنسانية، مش بس السرطان، حتى المرأة المعيلة، الأطفال المشردة، يعني في كتير إشياء بيساعدوا فيها. وانا بشد ايدي على ايدهم وبقول لهم، قلت لهم انا حدكم، وان شاء الله رح نعمل اشياء بتختص بهالجمعيه ان شاء الله قريبا. وعن اغنيه لوين التي اطلقها للتوعيه من مخاطر المخدرات قال العاصي، اصحاب الفكره اللي هن الصليب الاحمر اللبناني، اللي هن كانوا يعني فكروا بهذا الموضوع. ولانه يمكن انا لحالي ما كنت يعني ما كانت وارده الفكره عندي، ولكن لما عرضوا علي الموضوع والبروجي اللي عم يشتغلوا عليها والفيلم اللي عملوه، كتير حبيت وانبسطت. لأنه دائما لما بصير في عندك عائلة وبصير في عندك أولاد بصير هاجس بالنسبة لألك هيدا الموضوع. يمكن نحنا كشباب وكرجال تخطينا موضوع أنه الواحد يقدر يغرينا بأمور من هالنوع، اللي هي قصص التعاطي وكيف بيبقوا بيجروا الأطفال والأولاد بالجامعات وبالمدارس لحتى يعني يجذبون على تعاطي أمور يعني بيضيعوا لهم مستقبلهم وحياتهم. فأنا اليوم خوفي على أولادي، خوفي على مستقبلهم. لما طرحوا الفكرة علي كتير انبسطت وحبيت، لأنه هيدا بالنسبة لي هاجس. ونحن دائما بالبيت مثل كل بيت لبناني يعني بنقول للأولاد ما تاخذوا شيء من حدا، ما إذا حتى عطاكم حبة شغلة بالمدرسة بالجامعة يعني هدول، أو بالمول انتبهوا ما تتعاطوا مع مين من كان، يعني هدول صار نحن دائما نعلم للأولاد عليهم. فإجا موضوع أنا بدقني بالوتر يعني. وسرقت الأضواء إطلالة ملكة جمال الكون جورجينا رزق المعروفة بابتعادها إعلاميا، فماذا تقول عن إمكانية تحضيرها لمشاريع جديدة؟ ان شاء الله قريبا، ان الله راد ان شاء الله. هلا فضيت يعني، لانه اولادي كلهم صاروا بجامعات برا، وهلا مبدئيا فضيت، وان شاء الله خير. اكيد بعمل شيء، اكيد اذا ما بعمل انا لحالي بساعد غيري. وبالبانوراما الفنية، الأمم المتحدة أفرجت عن فيلم زيارة أنجلينا جولي إلى لبنان، حيث زارت مخيم اللاجئين السوريين. نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان دعت لمساندة كسب. النجمة الأسترالية نعومي واتس ندمانة على تجسيد قصة حياة الأميرة ديانا. وعازف الإيقاع روني براك يواصل جولته حول العالم. You said your mom had long hair. Tell me something else about your mom. I didn't get to meet your mom, so I want to know what she was like.
تعرف على امي كيف شكلك يعني؟ Was she like you؟ تشبه عليها بس مو مثل خدودة خشتها وجهها وعيونها وإيه. بعد مرور أسابيع على زيارتها لبنان، أفرجت الصفحة الخاصة للأمم المتحدة على موقع يوتيوب عن فيديو رسمي لزيارة نجمة هوليوود أنجلينا جولي مخيم الدباغة للاجئين السوريين قرب زحلة، حينها منع تصوير زيارة سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا للاجئين، وكانت كاميرا خاصة بالفريق المرافق من مساعدين ومترجمين تصور. ويظهر الفيديو تواجد أنجلينا جولي مع الأطفال والكبار في خيامهم التي زارتها وهي تستمع إلى مطالبهم. ضمن جولاته المتواصلة والناجحة حول العالم، حمل المؤلف الموسيقي ضابط الإيقاع روني براك آلته هذه المرة إلى أرمينيا، حيث حقق إنجازاً فنياً راقياً في دار الأوبرا الكبير بدعوة من أكاديمية الأوبرا والباليه الوطنية وبرعاية وزارة الثقافة الأرمنية. وقد رافقته الأوركسترا الأرمنية التي تضم أكثر من 50 عازفاً بحضور السفير اللبناني هناك، الذي عبر عن سعادته بالعرض وعن فخره بما قدمه فنان من لبنان في الخارج. يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دخلت على خط المعركة في سوريا من باب بلدة كسب الأرمنية التاريخية، فقد قررت كيم التي تعود جذورها إلى الأرمن المساهمة في الدفاع عن تلك البلدة، وذلك عبر تويتر، حيث تبنت ما روج له النظام السوري عن أنه تم تهجير المسيحيين الأرمن من البلدة. وأطلقت النجمة العالمية هاشتاج على حسابها على تويتر سيف كسب، وكتبت: أرجوكم دعونا لا نسمح للتاريخ بإعادة نفسه، في إشارة إلى المجازر الأرمنية التي حدثت على يد السلطات العثمانية. وغردت كيم في تغريدة أخرى وقالت: إن كنت لا تعلم ماذا يحصل في كسب، ابحث عنها في جوجل، إنها فاجعة. كوني أرمنية فقد ترعرعت على سماع العديد من الروايات المؤلمة. دكتور، this is Diana. Well, perhaps I can show you around. There's a canteen on the ground floor, but it's not open late. You could always pop around the corner for supper with me. أعربت النجمة الأسترالية نعومي واتس عن شعورها بالندم بعد تجسيد قصة حياة الأميرة ديانا في الفيلم السينمائي ديانا، معترفة أن الفيلم لم يحقق إيرادات عالية وهو أسوأ ما حدث. وأكدت نعومي واتس أن شخصية الأميرة الراحلة مركبة، فكان لديها الكثير من الإيجابيات والسلبيات، وقد حاولت بقدر الإمكان إظهار ذلك من خلال الفيلم. لهون نوصل لختام نشرتنا الفنية، نشرة فنية جديدة مساء بكرة مع مواضيع جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير.